ويعطيكم ألف عافية. رجعنا لكم من دولة جديدة، دولة 40% من سكانها من دولة ماليزيا، بس هم مش ماليزيين. هاي الدولة تقع في قارة أفريقيا، تعتبر رابع أكبر جزيرة في العالم وثامن قارة، لأنها تختلف عن باقي دول العالم بكثير من الأشياء، من المناخ، الحيوانات اللي فيها. هذه المدينة أو الدولة اسمها مدغشقر. مدغشقر هي جزيرة موجودة بالقرب من الساحل الأفريقي، لكن لها رونق خاص فيها. تعتبر من المدن الجميلة جدا، لكن للأسف من الدول الفقيرة جدا. 70% من سكان هذه الدولة عايشين على أقل من دولارين في اليوم، وبالتالي فصعب جدا الحياة هون، وأسلوب الحياة صعب عليهم وشاق. حوالي 62% أو 26 مليون نسمة بيعيشوا هون، معظمهم عايشين على زراعة الرز، على المايننج أو الاستخراج المعادن، وهذا أحد الأسباب اللي مش مخلي فيها توريزم أو سياحة، لأنه معظم السياسيين هون مش مهتمين لهذا الموضوع السياحي. طبعا بدناش نحكي عن أسباب ثانية، منها الوضع السياسي اللي ما كان مستقر، الآن الحمد لله مستقر فيها. في عندهم سايكلونز ومشاكل بتصير من الشتاء اللي مستمر في فصل، عندهم فصلين بالسنة، فصل شتاء وفصل صيف. فصل شتاء معني مطر، مش برد، يعني بيجيهم برد بس مش كتير. زي هذه دولة أفريقية، جزيرة منفصلة عن بشخصها.